غادي نقول لك استاذ السياسه صح انا شي انسان تكون نزاهه تكون مصداقيه وحسب العلم ديالي دابا كاع البرامج اللي تلاح دابا جميع الاحزاب بدون استثناء كاين شي حزب تيوفي بداك البرنامج اللي تيقول فهمتي واش اللي نقدر نقول لك فهمتي لا انا تنصوت البرنامج ما الاشخاص اليوم غدا تقدر تبدل اي شخص ولكن البرنامج الا كان قوي وكان كيلبي كيلبي الطموحات ديال المواطن سينما غادي تعاطف مع داك الحزب ماشي تعاطف مع الانسان فهمتي الا الشخص اللي كيمثل الحزب تعاطف مع الحزب والبرنامج اللي كيكون كيكون قوي كيكون كيلبي كما قلت لك الحاجيات ديال المواطن هادشي اللي كاين المرشح يكون نزيه ويخدم السكان ديالو ويوقف معاهم في السراء والضراء هذا هو الناخب اللي خصك تصوت عليه ملي كتبغي تصوت على الناخب واش كتفكر في الشخص ولا كتفكر في الحزب ديالو والبرنامج لا نفكر في الشخص هو اللي عنده المسؤوليه ماشي الحزب حيت هو اللي غادي يكون متطوع على حساب الدائره ديالو باش يخدمها ايوا هذا هو اللي كاين بالنسبه للانتخابات كنا كنسمعوا انتخابات كل يوم على الوالد ديالي كل مره كيقول لي زيد انتخاب زيد انتخاب زيد انتخاب كلشي كينتخاب التغيير ما كاينش اخويا كل مره كنشوفوا حريره انت كتشوف حنا في السوق طايحين ما كاين لا تغيير لا والو كنشوفوا التغييرات في التلفازه الاكشن ديما الاكشن اما هنا والو الحاله هي الحاله باقينا هما بغينا ننتخب اخويا ولكن الناس وارين بزاف صراحه هي هادي يكون فيه الصدق ويكون فيه الامانه لان هذيك امانه ما كيتلاح لها شي واحد غير اللي عنده كفاءه وعنده ضمير وانت ملي كتصوت على المرشح واش كتشوف الشخص ولا كتشوف الحزب والبرنامج ديالو الحزب ما نقدرش نامنه لانه كاع الاحزاب كان عندهم غير اقوال ولكن الافعال ما كايناش الشخص الا كنت كنعرفه كنتخبى الله وكل شيء على الله ماشي شي حاجه انا كنتخبى الله قلت لك ما انا كنعرفش واش غادي يدير معنا مزيان ولا لا ولكن كنتخبى الله والله يهديهم ويديروا معنا مزيان حنا بغيناهم يديروا معنا مزيان كنتخبى الله كل شيء على الله كنختار الله قلت لك ماشي كنقول هذا كنوي فيه الخير ولكن الله اعلم برمان الا بغيتي تختار واحد الشخص اولا خصك تعرف بان هذا السيد هذا واش صالح حيت الورقه راه كتسمى الشهاده ما يمكنش لك تصوت الا ما كنتيش كتعرف هذا الشخص واش مزيان ولا لا يعني ضروري خصك تعرف بان هذا الشخص راجل مزيان عادي يمكنك تصوت عليه واش كتشوف الشخص ولا كتشوف الحزب ديالو لا خصك تشوف الشخص وتشوف الحزب ديالو الا ما كنتيش كتعرف الشخص مزيان ما خصكش تصوت عليه يكون بزاف د الحوايج يكون التغيير ويدير دوك الناس اللي ما خدامينش يدير لهم الخدمه وصافي كنصوت على الشخص اللي غادي يبدل يدير التغيير